بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصتي مع المغربية وسمسار الدجالين. يعني فيه واحد، أنا ما كنتش عارف كده يا ناس، فيه الدنيا فيها حاجات. فيه واحد مهندس قابلني وراجل بيعمل، والناس تظن إن هو محترم 100%، هو ولا محترم ولا حاجة، ربنا يغفر له بقى. بياخد الست الواحدة، ده مصر، من مصر، واقعة في مصر. بياخد الست دي يروح لواحد دجال يتفق معاه ويقول له أنا بشتغل معاها ومع زوجها في عمل مشترك في تجارة، وأنا بسوق لهم شغلهم، فهو عارف أسرارهم، فياخد جزء من هذه الأسرار ويروح لواحد دجال ويقول له خلي بالك أنا جايب لك واحدة كده ومعاها فلوس كده، فأنا عايزك تعمل إيه؟ هحكي لك على بعض الأسرار تحطها عندك، أول ما هم يدخلوا عندك تقوم قايل لهم على الحتة اللي أنا قايل لك عليها، تفاجئ أقول لهم شوفوا الراجل بين كرامة أهو، الشيخ بتاعنا عنده كرامات. فتعمل ايه يا حبيبي؟ تعلي الفيزا شوية وهتاخد كل اللي انت عايزه وهيثقوا فيك، وبالنص يا حبيبي. خدت 1000 هاخد 500، خدت 2000 هاخد 1000. وبعدين طبعا هو عارف ان هو مودهم لدجالين، وعارف ان هو بياخد فلوس بالكذب وبالسرقة، وبياخد فلوس من الاتنين، من الاخت هي ومنين، وحتى لو راجل بياخد منهم، الراجل بيمشي معه كله، وياخد ايه من الشيخ او الدجال. طيب طبعا ما فيش حاجة بتنفع، هي عندها مشكلة معينة ايا كان نوع المشكلة، وخصوصا عملية تأخر الزواج والإنجاب. واحدة بتخلفش يقول لها عارف لك واحد هيعمل لك وصفة كده. طبعا لما هو ما يدفع فلوس وما حصلش حاجة يقول لها لا انت اكيد غلطتي، انت استخدمت الوصفة غلط، طب ايه رأيك نروح لواحد احسن منه، يقوم نقلها على نمرة 2. هو معاه قائمة كده يجي حوالي 5 6 بياخدهم كعب دار يلفف الضحية على الستة اللي معاه، ما هو منقي 6 كذابين زيه ونصابين. فطبعا أنا معرفش إن هو كده، فقابلنا قال لي في واحدة مغربية ست كويسة وأنا عايز أجيبها لك. ليه تجيبها لي ليه يا ابني؟ أنا ماليش دعوة لا بسحر ولا بدجل ولا بكلام فارغ من جه. قال لي هي متجوزة واحد مصري وعلى خلاف مع بعض وهتقف على الطلاق، فيجازيك الله خير، حاول توفق بينهم وقول لهم أي كلمتين إن شاء الله، تعكر لهم شوية مية كده يشربوها، اعمل أي حاجات أي حركات، لأن الست دي معاها ملايين وجوزها معاها ملايين، فهو ممكن نجيب منهم حوالي 200,000 أو حاجة، يعني أنا هاخد منهم جزء وأنت جزء اصرفه على نفسك وعلى بيتك وعيالك، خليك حرك كده واشتغل. أنت راجل ممكن حد غيرك يجيب 1,000,000 جنيه في الشهر، لأن أنت بتجيب لك حلقات في التلفزيون، وأنا قلت لهم ده في التلفزيون لما يعرفوا واحد في التلفزيون هتبقى الفيزا بتاعته عالية، وإحنا هندي لك فلوس كتير. طبعًا أنا كده اكتشفت إن ده راجل إيه؟ يعني مش محترم ومش مظبوط، وده راجل نصاب اصلا، وهذا لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وله اولاد كبيره في الجامعه وناس متخرجين. يا ابني خاف على اولادك، اقول لك مالكش دعوه باولادي، هيبقوا كويسين بس مالكش دعوه. طبعا انا يعني قسيت عليه في كلام صعب بالفاظ صعبه جدا، وكنت متضايق وسبته، وبعد شهر شهرين برضه فات عليه. قلت له يا ابني انت مصر ليه؟ قال لي اصل هما هيتطلقوا. قلت له يعني انت زعلان عشان يتطلقوا؟ قال لي اه.
قلت له يعني ايه دوري؟ قال لي انت شوف ما عادش عايز منك حاجه، انا عرفت نفسك ان انت لا بتاع ابيض ولا اسود، انت بس تصلح بينهم لان انا محروق. انا قلت لهم عليك وهم عايزين يجوا كل يوم عايزين يجوا. طيب ان كان على الاصلاح يا ابني ماشي، فانا بقى عايز اشوف هو عايش ازاي بياخد ايه. قلت له يعني هم لو طلبت ربع مليون جنيه او نص مليون جنيه ان انا استخدمها في اعمال خيريه عندي يجيبوها؟ قال لي ايه؟ قال لي هي كانت في دوله ما خدت مليون دينار ولا مليون دولار مكافاه وزوجها خد مليون دولار، يعني هم معاهم كام؟ 2 مليون دولار. كان الدولار ايامها تقريبا بحوالي 10 جنيه، يعني حوالي 20 مليون جنيه مصري. فأي واحد لعابه هيسيل حوالين الفلوس. طبعا انا ما كنتش بعمل قناة الاستشفاء ولا كان في دماغي، انا كنت بس بطبع كتب في السيرة النبوية. فطبعا هو لقيته بقول له اطلب مبلغ كبير، وانا عشان بس ايه اخد حوالي 100 ألف 200 ألف يكفوني انا واسرتي، لان الوظيفة مش هتعمل لنا حاجة. يعني يقول لهم ايه بصحت كده بالحرام. قلت له طب انا عايز زوجها الاول يجيني. فجاني فعلا وحسيت ان هو ديوس، رجل ديوس لا يغار على عرضه وماله. طبعا انا كلمته كلمتين صعبين وهو هيطلع فعلا. قلت له هات لي زوجتك وتعال. ده واحد مصري وزوجته مغربية وعندهم مصنع مش هن يعني لا أريد أن أبوح بكل شيء، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالستر. هي لما دخلت علي كانت ماشية، شفت الخطوة المعتادة اللي في العسكرية، وكانت طويلة جدا. فأنا قلت لها أنت كنت بتشتغلي في الجيش؟ قالت نعم. هي المشكلة دي يا سمير، أنت كل مرة يحصل لك حاجة مع حد الست بتقول نعم. المهندس اللي هو سمسار الدجالين اللي جاي مع جوزها معمده، وبص لزوجة وبص له، ليه هو ما قالش حاجة؟ وزوجها ايه بص له كده وقال بس انت، قال للمهندس ما معناه كده ايه؟ انت جبتني الواحد كده ده بقى خلاص في حياتنا كلها. طبعا انا قلت اللفظ وما كملتش بعده، يعني مش عارف أنا قلته إزاي ومش عارف أي حاجة. فقلت إيه أنا أعمل حاجة بحيث إن هم يحنوا لبعض ويرجعوا لبعض. هي بتنام في غرفة وهو في غرفة بقالهم 6 شهور والعملية تقف على الطلاق. فنمتم على سرير كشف عندي وناموا على السرير، سرير عرضه متر، وهم بسم الله ما شاء الله جسمهم مليان نسبياً، وناموا على السرير. هو خد النص ده وهي بس، هي كانت في النص اللي عندي، نص السرير اللي ناحيتي وانا جالس، وهو في النص التاني، والسرير موجود بالطول كده كمان. فطبعا انا قلت ايه يلا نصلي على النبي مع بعض، وهم نايمين جنب بعض ومتغطيين. فبعدين برفع ايدي للدعاء، لقيت ايدي دي سخنت لما جت عليها كده، قمت منزل ايدي
ورجعت رفعت ايدي للدعاء وبعمل كلى ما يجي جنبها فوق راس او فوق صدري على ارتفاع كبير حوالي 30-40 سم. لقيت ايدي بتسخن، قمت منزل ايدي شويه كده لقيت الحراره زادت، قمت هايش ايدي الحراره ايه راحت. قلت لزوجها قوم كده لو سمحت، قام نازل من على السرير قلت لها خليك. دي كان اول مره تحصل لي في حياتي يعني. قلت لها خليك في نص السرير، نامت في نص السرير. وبعدين انا قلت لها غمضي عينيك وقول اللهم صل على سيدنا محمد بصوره عاليه جدا، وعملت ايدي فوق صدرها كده زي كان اشعه اجي على الناحيه اليسرى، هي كده على الناحيه اليمنى مفيش حراره، الناحيه اليسرى في حراره شديده جدا. يعني طبعا الواحد ممكن عقله يختال شمال يمين. فزوجها طبعا نظر للمهندس تاني بعد ما الراجل كان يعني معجب بيا وواثق فيا في الاول، لما انا قلت ان زوجتك بتشتغل في الجيش او القوات المسلحه، ونظر المهندس متعجب وفرح قوي وقال الراجل ده مبروك او في اي حاجه، هيرجع تاني تبص له نظرة استغراب، يعني معناها بقول له انت جايب لي الواحد قليل الاجر، واحد مش مظبوط، ايه علاقة الراجل دي بصدر زوجتي؟ احنا جايين على اساس نتصالح مع زوجه ويقول لنا كلمتين طيبين ويرجعها ويعقلها ويعقلنا انا كمان، ايه اللي علاقته بيعمل ايده كده كده؟ طبعا انا هو فكر في دماغه كده وما قالش الكلام اللي انا بقوله ده في الغرفة. انا احسست بكده. فلابد انهض نفسي عشان الشك يروح. قلت لها انت عندك حباية شديدة تحت الابط؟ قالت لا. طب عندك حباية في الثدي؟ قالت نعم. قلت لها لونها ايه؟ قالت احمر. خلوا بالكم اللون الاحمر ده بيكون انذار بالاورام السرطانيه. قلت لها ثديك بيسخن؟ قالت نعم. وبيألمني جدا. قلت لها طب قومي روحي الغرفه الثانيه في المرايه وخدي قطمه هي على شويه ميه بالصلاه على النبي امسح الثدي وهاتي له القطمه وتعال. لقيت القطمه كانها مبلوله جامد. انا الدموع نزلت مني. قال لي فيه ايه؟ قلت له انا عايزك تعمل لي اشعه اليوم وتجيبها لي، لان الحاله اللي عند زوجتك قد يكون سرطان من الدرجه الرابعه. الراجل مثل جبل وتهد ويبكي على زوجته وهي تيجي تقول فيه ايه؟ مسحنا دموعنا بسرعه. قال لها انا خدامك واعيش تحت رجليك. فانا قلت لها خليك بره. قلت له ده بسبب الزعل والست دي ممكن يكون في طريقها للموت، فانت تحاول ان، لان من ضمن السرطان ان هو موت. قال ليش عرفك ان هو سرطان؟ وده بقى نسوا بقى القضية اللي هم جايين لها. فطبعا صاحبنا اللي كان بياخد أخبار من الناس ويقولها للدجالين مش في حاجة بقى ان هو يدينا أخبار، هنا أمرين اتكشفوا، أمر معنوي اللي هي بتشتغل في القوات المسلحة، وده هنقولها لكم الوقت ما تستغربوش، والأمر الثاني إن هي ظهر عندها مرض. طبعا أنا قلت لها تعالي خلي بالكو واللي بتسمعني تخلي بالها قوي من الحتة دي. قلت لها أنت كنت بتشتغلي في الجيش فعلا؟ قالت نعم. قام زوجها قال آه. وأني كمان. قلت له فين؟ قال لي كنا في الجيش الليبي مع الثوار بتوع ليبيا.
ايه دي؟ يعني انا عندي ناس من داعش في البيت؟ انا قلت في دماغي كده. قلت لها انت رحت المشايخ قبل كده في ليبيا؟ قالت اه نعم. قلت لها كنت فين؟ رحت في بنغازي؟ قالت نعم. قلت لها في واحد اعمى دجال رحت له؟ زوجها قالت اه نعم. قلت لها اعمى مد ايده في صدرك؟ قالت نعم. قلت لها يعني هو مسك الثدي اللي هو تعبان ده؟ قالت نعم. قلت لها انت ما منعتش ليه؟ قالت ده كان راجل نجس سبته ومشي الوقت نجس. زوج قال لها انت ما قلتليش ليه؟ قالت ما انت كنت في وادي وانا في وادي. يعني اذا الواحده لما تفرط في نفسها في عضو معين هذا العضو ممكن يصاب بالسرطان. اذا تلحق نفسها بالتوبه. وهم دول اسمهم ايه؟ اسمهم معالجين. دول المعالجين اللي النسوان بتحبوا تروح لهم والمشايخ. اللي مد ايده في صدر الواحده ويقعد يحسس عليها ويقعد يمسكها. هي مرتاحه كده قوي ومبسوطه كده. اما الثدي اللي هو بيمسك فيه اليسار هو اللي السرطان جاله فيه. واحد يقول لي انت بتستعجل ليه؟ قلت لك يا سيدي وهم راحوا وعملوا اشعه وطلع فعلا سرطان. طبعا هم قبل ما يروحوا يعملوا اشعه اتصلت بالاستاذ الدكتور توفيق الخضري اللي هو رئيس مركز الاورام في كليه الطب، اهو صورته معايا وسلم عليا لان دي اللي مراجع كتاب الاستشفاء من الاورام والسرطان بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الموسوعه لسه ما اطبعتش، ما جمعناش الا ثمن مجلد واحد في خلال سنه. اللهم صل على النبي، الموسوعه حوالي 15 مجلد. فقلت له حصل كذا كذا يا دكتور، قال لي غريبه الحاله دي، خليك حاجزها عندك لما اجي اشوفها هنعمل عليها بحث. ازاي بتدعي وتصلي على النبي اما طلعت؟ قلت له الحراره اول مره تطلع، ما يمكن يكون كانت بتطلع من العضو المريض قبل كده عندي بس انا ما خدتش بالي من عمليه اي دي دي. قال لي ممكن قوه الدعاء خرجت المرض وتبخر. على العموم اقول لهم ياخدوا علاج لمده اسبوع مضاد حيوي وما يبتروش الثدي، وانا احساس ان الثدي ده مش هيتبطل ويكون ده السرطان. وطلع سبحان الله وهو جه هنا وعمل جلسه معايا اللي هو رئيس مركز الاورام في مركز المنصوره، وهو استاذ ورئيس قسم الاورام الباطنه في كليه الطب جامعه المنصوره، استاذ دكتور عالم كبير يعني. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاخ راح وجيه وطبعا هم قالوا تاخد ايه؟ قلت لهم ما اخدش فلوس بس انا عايز لو معاكم فلوس نستخدمها لله بقى تكفر عن ذنب. انا عندي ثلاث كتب هم اللي هم انتم شايفينهم دول، كتاب اسمه جوله الصحابه والتابعين من انصار المدينه في شبه القاره الهنديه 6 جوال، وكتاب اسمه جوله الصحابه والتابعين من انصار المدينه في الاردن وفلسطين، وواحد اسمه جوله الصحابه والتابعين من انصار المدينه في سوريا ولبنان. التلاتة دول عشان نطبع من كل واحد 2000 نسخة هنجمعهم مع بعض، لأن بتاع شبه القارة الهندية في 6 دول كبير شوية، فهم حوالي 170,000. تطبعوهم وتستلموا الكتب من مطبعة وتاخدوهم ما تجيبوهمش عند البيت وتوزعوهم لوجه الله. ننشر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدين. ممكن توزعوهم فين؟ في الدول اللي هي المعنية كل واحد في دولته تبعتهم شحن، أو ممكن تاخد في المغرب في دولتك وتبعته. قالت حاضر. لما أنا طلعت فوق عندي قعدت نفسيتي تعبت، قلت إيه دي؟ الأخت دي في الجيش؟ لا دي سرطان أول مرة، وإيدي دي أول مرة تحصل. وحصل بعد كده بقى إن أنا بقيت أستخدمها يعني في الكشف عن المرض والعضو المصاب، الحمد لله. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا قلت لابد اعرف الناس دول جيش ايه وبتاع، فاتصلت بصاحبنا السمسار قلت له انا عايز اعرف. قال لي ايه؟ هو طبعا ما قالش هاخد فلوس بقى ولا ابيض ولا اسود، يتلبخ في الوضع الجديد اللي عمره ما شافه، بس هو بيروح لدجالين.
قال لي، قلت له الاخت اللي كانت في الجيش ليه؟ قال لي والله هو وزوجها كان بيعمل الاعلام والرايات بتوع ثوار ليبيا، والست ديت كانت بتجيب الاخبار بتاع الناس اللي هم الوطنيين اللي هم تبع معمر القذافي وتبلغ الثوار، لدرجة إن هي بلغت عن مجموعة من الناس في بيت اتقتلوا السبعة في وقت واحد. قلت يعني كل واحد عشان ديته في الإسلام القتل الخطأ يرفع تمن 100 ناقة، يعني الناقة تمنها حوالي 25,000، يبقى 25% حوالي 2,500,000، يعني علشان تكفر عن ذنبها في القتل الخطأ تغري 2,500,000 في سبعة، يعني حوالي 17.5 أو 18 مليون جنيه دية اللي هم اتقتلوا السبعة دول. فبالك بالحاجة التانية؟ قلت له اسمع. قال لي نعم. قلت له أنا بلغ مديرية أمن الجقهلية والمباحث، لو جيت عندها يتقبض عليك أنت وهم، ممنوع حد منهم يدخل البيت. أضحك على الناس واطبع كتب لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وانا عينيا تعبت مرتين علشان نعمل ابحاث في الصلاه على النبي وصحابه حبيب النبي، وقبل النبي اقول له انا كنت واخد فلوس من حرام بالقتل العمد. فقد كان الجماعه دول ما عادوش جم البيت، والاخ ده كشف حاله وهو مريض الان، ادعوا له ان ربنا يشفيه لعل مرضه يكون تكفير عن ذنبه. كده يا حبايبي انا بقول طريق الله نور، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتكشف لك الحجب وبتعمل لك حاجات كتير جدا، بس تكون انت بتصلي على النبي بطبيعتك. ما تقوليش ايه، ما تخليش حد يقول لك ايه صلي على النبي، وخلي خد صيغة معينة وصلي على النبي، ولا اصلي على النبي اجي ايه، لا اعمل الخير وابعد عن الحرام وربنا هينور لك الطريق. طبعا هم تابوا الى الله ورجعوا الى الله وزوجته، وقالوا الراجل مش عايز ياخد فلوس ولا جنيه، ايه دي؟ ما الفلوس كانت جاهزه. وفعلا الست دي ربنا شفاها بعد اسبوع، زي ما استاذ الاورام قال ده قوه الدعوه، وربنا شفاها ولم تبطر ثديها هم وسوء، ولم يبطر ثديها بفضل ايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف هم لما جم عالجنا ايه؟ عالجنا الفحشاء بطريقة مباشرة، وعالجنا عملية الانجماد في خلايا ارهابية بطريقة مباشرة، ورجعوا الى الله ويعيشوا من الحلال بطريقة مباشرة، وزوجها وهم عايشين في عتبات ونبات وكويسين بطريقة مباشرة، وتم علاجها من السرطان بطريقة مباشرة، وتم اعطاء موعظة حسنة للأخ سمسار الدجالين بطريقة غير مباشرة، وكل ورفضنا أخذ مال فيه شبهة بطريقة غير مباشرة. كل ده بفضل ايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. وأنا زعلان منكم لأن انتوا بتشوفوا الحاجات الحلقات اللي فيها القصص، أما الحلقات اللي فيها عظمة النبي وشعر النبي وجسد النبي وأظافر النبي عليها أقل جدا. في اللي ما شافش الحلقات بحبه للنبي يشوف حلقات الإعجاز العلمي في الصلاة على النبي في القناة كلها، ويدعو الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.